عندي 30 سنة، كل اللي أنا عايزه إن أنا أعمل إيه؟ أغير بطارية، مع إني بقالي سنة تلات شهور ألف وربعمية ساعات البطارية فضيت. حالة محمد بدأت وهو عنده 13 سنة، بدأت رجليه تتعوج، وبدأت بعد كده ما رجليه ما اتحطتش الأرض، وهزة جامدة قوي في جسمه، ما قدرش يتحكم خالص في نفسه وكده. وقعدنا يجي 10 سنين نجري عليه على الدكاترة، كل أنواع الدكاترة رحناها، حتى إشاعات وتحاليل ورسمة على المخ وإشاعات على المخ، حتى لحد الرنين كمان على المخ، كان كل ده بيطلع ويقول لك ما فيش حاجة في دماغه. راح الدكتور قال ايه ده، دي حالة نادرة بتطلع بتبان 1%، كان كل اللي بيدهوله مسكن وايه وحاجة توقف الايه الانتشار ايه المرض في جسمه. ساعات ممكن ينتشر في ايه في الجسم يخلي حاجة كتير قوي تقف. وبعد كده طب قلنا له نعمل ايه، قال لي انتو هو ده العلاج اللي موجود دلوقتي. بعد 10 سنين لقينا بيقول لنا ايه، في جهاز ظهر وناس استعملته وفي ناس عايشة ايه بيه ببطارية، يعني بتركب شريحة في المخ على بطارية. قلنا له ماشي، راح ايه قلنا امل من عند ربنا سبحانه وتعالى اتفتح له كده. هو ليه البطارية دي ليها جهاز بتشتغل بيه. بعد ما خف راحوا بدأوا يشغلوا ايه الجهاز ده بالبطارية، اللي هو الجهاز البطارية دي بالجهاز يتبرمج على ايه على الحالة اللي هم عايزينها. فجأة لقينا شغلوا مرة لقينا محمد ايه الحمد لله رجليه اتحطت الارض. وبرمجه تانية راح لقينا ابني مشي عادي، الكلام بدأ يتحسن شوية، الهزة راحت وبقى انسان طبيعي زي الاول ما كان عنده 13 سنة. فجأة يا دوبك ما فرحش أكتر من 3 سنين، ما فيش غيرهم، حتى عدهم على الصوابع هلاقوهم 3 سنين بس. ورجع قعد يعني أمه وهي الواقعة دي برضك بعد ما فضيت، وفضل في الحالة دي سنة 3 أشهر قاعد في البيت، لولا إن هو المسكنات اللي بياخدها دي، لولا ما هي اللي إيه الهزة موجودة بس إيه بتحول إيه ضعيفة، ما من كترها من كترها ما بقتش تأثر على ايه عليه حتى، ونطق الكلام تقل اكتر بعد كده تاني، بلاش عارفين نروح فين. بقى جرينا على الدكتور، الدكتور قال لك لا انا ما فيش ايدي حاجه، هو بس الرك عليه ان هو يغير البطاريه، حاولوا تشوفوا اي جمعيات ومش عارفه ايه وهم هي ايه يمكن يلموا لكم المبلغ. رحنا بقينا ندور على جمعيات تاني مش لاقيين. راح الدكتور قال لازم لو انتوا لقيتوا حد جاب لكم البطارية انا هخش على طول اعمل العملية لمحمد واركب له البطارية. طالب ان حد يبص لابني بالرحمة، يبص لي كده لو هو في قلبه رحمة يبص لي، يبص لمنظره لشاب عنده 30 سنة مش عارف يمشي يتعامل بحياته تاني خالص، 3 سنين يفرح فيهم وبعد كده العمر كله بقى يفضل بالمنظر ده. كل 3 سنين نغيرها منين؟ بنص مليون منين؟ والله أعلم بقى هتزيد تاني ولا هتعمل فينا إيه؟ ونجيب الفلوس منين طيب؟ إحنا كل 3 سنين نجيب الفلوس منين؟ إحنا عايزين حل كمان غير تغيير البطارية، إن ابني ده يفضل إن حد إيه؟ معاه يتابع معاه عشان نقدر لو فضيت البطارية زي ما بتفضل نقدر إيه؟ نركبها له تاني. انه مش هيعيش طول عمره ان احنا نلف عين امه ايه، احنا يجي ممكن يجي مره ويتعب مننا قوي ما نلاقيهوش، يعني ده من عند ربنا سبحانه وتعالى ما بقولش حاجه كده، بس انا لما افضل في حل لابني وافضل كل 3 سنين يعاني اللي هو بيعانيه ده تخلص ويعاني اللي عانيه ده هيبقى حرام. كنت بعمل كل حاجه مش طبيعي، كنت دلوقتي ما اقدرش والحاله بسوء أكتر، اللي شيء بسوء الكلام الدلع حاجة كتير الهدى كل اللي في ألم كل اللي عايزه بطارية جديدة
كسبت الإيدي تمنها نص مليون. أنا مش في إيدي، أنا كده سمعني من أهلي مسؤول أو أعمال أهلي.